بيسأل عن الرعاف، سواء كان بالنسبة للإمام أو المأموم، إذا رعف الإنسان في صلاته ما حكم الصلاة أولا، وماذا يفعل إذا انتاب ذلك في الصلاة؟ طيب، نقول أولا الرعاف إذا تمادى وتفاحش فإن الإنسان يقطع، إذا تفاحش يقطع الصلاة ثم يغسل الدم. نعم، يغسل الدم ثم يعود إلى صلاته. طيب، يقطع الصلاة وبعد ذلك يقطع الصلاة يبدأ من جديد. نعم، عند علماء المالكية عليهم رحمة الله تعالى أنه يفتل، يسمى شيء يسمونه الفتل عند علماء المالكية. بمعنى أنه يدخل إصبعه الأول في موضع الدم. نعم، ثم يفركه يفتله. قال فإن قضت هذه الخمس فتلها وتمادى الدم فإن هذا الدم كثير وتفاحش، يسمونه الدم المتفاحش أو الدم الزائد. نعم، فينصرف أو يقطع الصلاة. فإن كانت إياه القبلة ماء غسل به الدم وأزال به الأذى فيرجع ويبني، يواصل صلاة إن كانت إياه القبلة. أما إذا قطع صلاة انصرف من القبلة فإنه يأتي ويعيد. نعم، يعيد الصلاة. نعم، وعند مالك الشيخ الكريم الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، أن هذا انشغل بالرعاف لا، عندهم هذه موجودة عند الفروع. نعم، المالكية عليهم رحمة الله تعالى ما يسمى الفتل، يفتلونها. نعم، بخمسة أنامل يعدون هذا الدم ليس متفاحشا، الدم الذي يفتل. نعم، فيستأنف الإنسان الصلاة ويستمر على صلاته، فإذا وجد شيئا من الرعاف وضع يده ثم فتل بأنامله. قال فإذا زاد الدم فعندهم هذا الدم متفاحش يجب أن يغسل. نعم.